هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع جي تي اي 5 زي اللهب. طبعا في مقطعنا لليوم راح نتكلم عن 9 أدلة وألغاز ومؤشرات تؤكد وتدل على انه نيكو بيليك ما زال حي وموجود في جي تي اي في، وايضا انه موجود في لوس سانتوس ويعيش في لوس سانتوس. فتعالوا سويا نخش في المقطع. طيب، اولا زي ما تعرفون نيكو بيليك هو بطل لعبة جي تي اي 4. طبعا نيكو بيليك اوروبي، وتحديدا من دولة صربيا، بمعنى انه صربي الجنسية. ولد عام 1978 في يوغوسلافيا، يعني تقريبا عمره 41 عام. طيب، الآن عندنا خلفية بسيطة عن نيكو بيليك، تعالوا نخش في الأدلة والبراهين والمؤشرات. أول دليل قوي جدا عندنا على نيكو بيليك إنه ما زال حي في عالم جي تي اي 5 راح تكون في صفحة نيكو في موقع اللايف انفيدر. وزي ما تعرفون اللايف انفيدر زي الفيسبوك عندهم في جي تي اي 4، عرفتوا؟ المهم، لو طالعتوا في لابتوب جيمي هو يستخدمه راح تشوف صفحة نيكو بيليك في اللايف انفيدر، وراح تلاحظ على طول إنه قاعد يغير حالته في الموقع وينزل منشور ويرد على منشورات أخرى وزي كذا. وأيضا راح تحصل عنده عدد كبير من الأصدقاء الحديثين، وإنه أيضا يقوم بالإعجاب على منشورات أخرى. وهذا دليل جدا جدا قوي على أنه نيكو بيليك حي، ولا كيف راح تنشر منشورات وتعطي لايكات على الفيسبوك وانت ميت؟ صح ولا لا؟ صراحة هذا دليل جدا جدا قوي. تعالوا لي ثاني دليل، وثاني دليل راح يكون ملصق جائزة أو wanted poster زي ما تشوفون. وفي الملصق راح تحصل صورة نيكو بيليك 100% هو نيكو بيليك زي ما تشوفون. طبعا هذا البوستر نقدر نفسره بالتالي: أولا إنه نيكو بيليك مطلوب للعدالة ومستمر في التخفي والهرب لسبب ما، لذلك حنا نشوف بوستر إنه مطلوب للعدالة موجود في هذا المكان. التفسير الثاني انه هذا البوستر فيه له نوع من الترويج البسيط لجي تي اي 4. او من جهة اخرى، زي ما تعرفون شركة روكستار مهووسة بوضع تلميحات وايستر ايجز لشخصياتهم السابقة في العابهم الجديدة، فممكن هذا احد الايستر ايجز لنستذكر معا نيكو بيليك الاسطورة. الدليل الثالث: في احد الحانات بالقرب من مطار ساندي شورز، في هذه الحانة راح يكون العديد من الاشارات لنيكو بيليك. اولا في داخل البار راح تحصل صورة، وفي هذه الصورة راح تشوف نيكو يسوق شاحنة سحب سيارات بين قوسين سطحة زي ما تشوفون. فهل هذا يعني انه نيكو بيليك ترك حياة الاجرام وتاب وصار راعي سطحة ويشتغل في سحب السيارات؟ شاركوني آراءكم. الدليل الرابع، وايضا راح يكون في نفس هذه الحانة، راح تحصل جاكيت مألوف ومعروف زي ما تشوفون. طبعا البعض قال انه هذا الجاكيت هو جاكيت نيكو بيليك الخاص به والمعروف. الإشارة الخامسة: ليستر المجنون يذكر نيكو بيليك في أحد المحادثات مع مايكل دي سانتا لما كانوا يقررون إنهم يسرقون بنك معين، وقال التالي: They just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. زي ما سمعتوا ليستر قال في شخص في مدينة الليبرتي سيتي أوروبي شرقي كان يقوم ببعض السرقات في مدينة الليبرتي سيتي، لكنه اختفى تماما ولم يعد موجود. وزي ما تعرفون خوينا نيكو بيليك أوروبي صربي الجنسية، وكان أيضا في مدينة الليبرتي سيتي. إشارة جدا جدا قوية لنيكو بيليك من شخصية معروفة جدا كليستر. طبعا ليستر ما اكتفى بهذه المرة فقط، بل انه رجع مرة اخرى في احد مهمات الدومز داي هايست في جي تي اي اونلاين، وتحديدا لما تنقذ ايجنت يو ال بي. طبعا ايجنت يو ال بي عمل سابقا مع نيكو بيليك، وليستر راح يقول التالي: You know,
زي ما سمعتوا ليستر كان يتكلم بطريقة سلبية جدا على نيكو بيليك، واختتم كلامه بقول انه وين نيكو بيليك الان، بمعنى انه نيكو بيليك فاشل ولا يملك اي خطط، وبسبب فشله هذا اختفى تماما ولم يعد موجود. ايضا اشارة قوية جدا لنيكو بيليك من شخصية معروفة ليستر. الدليل السادس راح يكون عن طريق احد اصدقاء نيكو بيليك القدامى والمقربين جدا منه، ألا وهو باكي مكريري. وباكي أحد المشاركين في سرقة بنك الليبرتي سيتي مع نيكو بيليك نفسه، وباكي رح يوصف لتريفر ومايكل وفرانكلين إيش صار لهم في سرقة البنك، ورح يقول التالي. تعالوا نشوف سويا. It was me, my brother Derek, God rest his soul, my pal Michael, God rest his soul, and another boy, Nico, who's probably dead too. What is interesting is my biggest job, the Bank of Liberty City. I ran the crew. It was me, my brother Derek, God rest his soul, my pal Michael, God rest his soul, and another boy, Nico, who's probably dead too. زي ما سمعتوا وصف نيكو بيليك انه غالبا مات، قال غالبا مات يعني ما هو متأكد، اما البقية كان متأكد جدا انهم ماتوا، الا نيكو بيليك ليس متأكد تماما. طبعا الاشخاص اللي لعبوا جي تي اي 4 راح يعرفون انه باكي مكريري نوعا ما كان شخص غبي وما تقدر تعتمد عليه اطلاقا، بمعنى اخر ما تقدر تاخذ بكلامه ابدا، فممكن باكي انه قاعد يكذب عشان يبعد الشبهات عن نيكو بيليك، عشان نيكو يعيش حياة بعيدا عن الاجرام، صح ولا لا؟ فممكن يعني يكون حي، ممكن يكون ميت على حسب كلام صديقه. الدليل السابع، في احد المهمات وتحديدا في احد السيارات الموجودة في المهمة راح تحصل لوحة اسمها نيكو بي. وزي ما تعرفون في نظام لوحات السيارات في امريكا استحالة ومستحيل انك تسجل لوحة سيارة باسم مو اسمك، وهذا دليل جدا قوي على انه نيكو بيليك حي ويرزق في لوس سانتوس وجي تي اي 5، لأنه كيف تسجل لوحة سيارة ما هي باسمك؟ ما لنا إلا نيكو بيليك وهذه هي سيارته. الدليل الثامن، وصراحة هذا دليل جدا جدا قوي، في أحد الفقراء رافع كتابة والكتابة تقول تم سرقتي من قبل أشخاص صربيين سيئين، أرجوك ساعدني. وزي ما عرفنا في بداية المقطع أنه نيكو بيليك صربي، فممكن نيكو وجماعته وأصدقائه بدوا في مدينة لوس سانتوس بعض السرقات الصغيرة، مثلا سرقة أموال الفقراء وسرقة المحلات وغيرها. ولا ليش هذا الشخص راح يرفع هذه الكتابة وهذه اللوحة؟ أنا أتوقع نيكو بيليك سرقوا تماما، وهذه أحد الأدلة الجامدة جدا، صربيين سيئين سرقوني. طيب آخر دليل، وأنا متأكد أنك راح تقتنع بنسبة 100% من هذا الدليل أنه نيكو بيليك حي، والدليل راح يكون كالتالي. نيكو في جي تي اي 4 قال لأحد أصحابه إنه قرر يترك حياة الإجرام ويترك ليبرتي سيتي ويبدأ حياة جديدة. تعالوا نسمع سويا. زي ما سمعتوا فعلا نيكو بيليك كان جازم على ذلك، وفي احد اللقطات الاخرى نيكو بيليك وابن عمه قاعدين يتكلمون على انهم راح يفتحون مطعم شعبي او حانة معينة. تعالوا نسمع سويا. I was thinking about heading out at the cab business. Last night I had a dream. Really? Yes. You and I had a place of our own. A place where people come to eat and relax. Classy place. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. فهل ممكن المطعم اللي قاعدين يتكلمون عنه هو نفس المطعم اللي بالقرب من ساندي شورس؟ من وجهة نظري أنا صراحة أشوف إنه الدلائل والمؤشرات جدا جدا قوية. نيكو بيليك قرر إنه يترك حياة الإجرام ويترك مدينة الليبرتي سيتي، وفعلا ترك حياة الإجرام وترك مدينة الليبرتي سيتي وجاء مدينة لوس سانتوس. كان يتمنى إنه يفتح مطعم، فعلا فتح مطعم في مدينة لوس سانتوس
سانتوس وهو المطعم بالقرب من الساندي شورز. لذلك حنا نشوف جاكيت نيكو بيليك في المطعم وأيضا نشوف صورته في وسط المطعم. ولا ايش رأيكم يا لهبي؟ وهذه هي 9 أدلة قوية جدا تؤكد على أنه نيكو بيليك ما زال حي ويعيش في لوس سانتوس وعالم جي تي اي 5. طيب يا لهبيين، شاركونا آراءكم في خانة التعليقات، إيش أفضل دليل من 9 الأدلة اللي اقتنعتوا به بشكل كامل؟ بالنسبة لي أنا صراحة الدليل 9 والأخير. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك واللي يجيكم نيكو بيليك بصلعته يعطيكم هد يدمركم تدمير. يلا سلام عليكم.